كل ده وكل ده لعبة المول يخاف لعبة الموت الكل يخاف يفور لعبة لعبها إبليس مع شبع حبستني كتير قوي قوي فاكر انت عملت ايه عشان كده حولت لي كده وخليت نحرس 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 طيب سر القوة دي ايه ضاعت منكم الان كل القوة السحرية إلا أمور وإخلاصه كده إن القوة دي ما بتظهرش إلا عند الغضب إياك حد يغضبه يهلك وهيقضي عليك في واحد بيكره نور وبيدور عليه المشكلة إنه مش هيقدر عليك علشان كده مفيش غير خلقة الشبح البديل الشبح البديل هو ده الحل الوحيد لسحب قوته ورجوع نور لطبيعته او الخلاص منه وده يهلك ايه الشبح البديل ده خطة صعبة عليهم اوز Thank you.
هو ده الحل الوحيد لصحة صحته ورجوع نور طبيعته او خلاص مجلس وده يهلك. ايه الشبح البديل ده خطة صعبة عليهم اوز. افهم من كده ان انت بتعاقب نور ولا خايف منه هترجع السجاد. يعني ايه المطلوب مني؟ هترجع السجاد. ارجع السجاد تاني؟ وانا في الضلمة؟ سواد الليل وبس. ايه؟ لحد الصبح؟ طيب الحمد لله. ماشي. خلاص. وبعدها هتاخد اللي انت عايزه. بس بعدها تتعاون مع مصطفى. اتعاون مع مصطفى. قبل الله شكلك تغار اهو نور احسن ولا وحش؟ لا يا عم الاحسن كتير. شكلك تغار نور اهو والله توحشني حبيبي. عامل ايه يا نور؟ الحمد لله تمام كله بخير؟ بخير. قول يا بقى يا سيدي ايه الغيبة دي كلها؟ وعملت ايه هنا؟ اسكت يا نور، انا عرفت حاجات. حاجات ايه دي، خير ولا شر؟ ولا خير ولا شر، بس هي حاجات تهمنا. تهمنا؟ تهمنا ازاي يعني؟ بخصوص ايه؟ بخصوص ارض لعبة الموت. لعبة الموت؟ تاني يا عبدو؟ ما تعرفش، تعرف ان في خريطة؟ في مكان محدش يعرف يقرب منه. طب تبعت معايا الخريطة والورق تاني بيقولي الخريطة بقولي مع قديم المحكمة ويا ريت ما عدتش يقولي في الموضوع ده تاني ويا ريت نقفل الموضوع ده بعد اذنك. ماشي فهمني. الخريطة دي في المحكمة، الخريطة دي عشان حد تاني يجيبها في خطر على حياته. خطر على حياتنا ازاي يا عبدو؟ انت عايز تقنعني ان في سر في اللعبة دي تاني؟ اللعبة دي مش هتنتهي نور غير لما نوصل للكنز. بس يا عبدو في ناس كتير بتجري ورا الموضوع ده ومحدش يقدر يوصل له. السر في ايديك يا نور، انت اللي فيك القوة انك انت تجيب الحاجة دي. عبدو انا خلاص مكنتش همشي ورا الموضوع دي تاني. يعني انت عايز تفهمني انك انت مش هتساعدنا يا نور؟ خلاص يا عبدو انا ما انشغل ورا الموضوع ده تاني.
تقعد شوية. انا مش هرجع غير لما اجيب الخريطة دي. ربنا معاك. اصغر واحد فيهم. طب ازاي؟
هيظهر لك دلوقتي شبح من اشباح الارض الملعونة، شكله منه وفي نفس قوته وحركاته لمدة بسيطة. حاول تصدي له وما تخافش، وهتكون بعدها في امان. انا مستعد. وفاء هيظهر لك دلوقتي.